السلام عليكم واهلا في فيديو جديد من قناه لافندر دي اي واي. في فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل طاقيه الزهره قدامكم على الشاشه. في البدايه هنحتاج مقاسين. اول مقاس معانا هو مقاس دوران الراس، والمقاس ده بنبدا نجيبه اننا نقيس من بدايه منبت الشعر من قدام، وبناخد المزوره داير ما يدور حوالين الراس. وتاني مقاس هنحتاجه هيكون ارتفاع الراس، وده بيساوي المسافة ما بين الودن اليمين والشمال. وهنجيب قطعة قماش مستطيلة عرضها هيساوي عرض دوران الراس زائد 2 سنتي للخياطة، اما بالنسبة لطولها فهيكون ثابت 10 سنتي. وهنحط القماشة وش في وش وهنقفلها بخط خياطة. وهنفتح الخياطات بالشكل ده، يستحسن طبعا نفتحها بالمكوة. وبعدين هنتني القطعة نصين، وبكده الخياطة هتبقى في وش بعض من جوة ومن برة معانا القطعة نظيفة. وبعدين هنخيط داير ما يدور من الناحية المفتوحة، يعني هنثبتها بخط خياطة عشان تكون سهلة معانا أثناء التركيب. ويستحسن بعد ما نخلص المرحلة دي نكويها كوية كويسة. وللجزء الثاني هنجيب مربع طول أضلاعه هيساوي طول ارتفاع الراس زائد 2 سنتي مسافة الخياطة، وهنبدأ نطبقه بالشكل ده. هنتني الأول نصين، والنصين هنتنيهم نصين كمان، يعني نفس تطبيقة الكلوش. هيبقى معانا 4 طبقات على بعض، وهنبدأ نثبتهم بالدبوس عشان ما يتحركوش أثناء الرسم أو القص. وهنجيب المزورة هنثبتها في الزاوية اللي فوق اللي هي الزاوية المقفولة، وهنبدأ ناخد طول أول ضلع. انا هنا طلع معايا 14، فهثبت المزورة على راس المربع وهبدأ اتحرك بمسافات متقاربة، واحط علامة عند الرقم 14 لغاية ما اوصل لنهاية المربع. وبعدين هبدأ اوصل النقاط دي ببعض، يعني هعمل ربع دايرة. وبعدين هنبدأ نقص على حدود الرسم اللي احنا رسمناه، ومش هنحتاج نسيب مسافات خياطة لان احنا اضفنا 2 سنتي على المقاس الاصلي للراس. وبكده هنكون قصينا دايرة، دي اللي هتكون الجزء العلوي للقبعة. هنحتاج نكشكشها لغاية ما توصل لمقاس دوران الراس، فهنخيط خط خياطة على بعد 0.5 سنتي. طبعا ما ننساش واحنا بنخيط ان المكنة تكون مظبوطة على اوسع مقاس للغرزة عشان ما يتبناش في الكشكشة. ولو القماشة تخينة جدا وما نفعش معاها الطريقة العادية، ممكن نعمل نفس الغرزة بس بإبرة السراجة. وهنبدأ نكشكش الدايرة لغاية ما يوصل معانا الدوران بتاعها، يبقى مقاس دوران الراس بالظبط. وبعدين هنجيب الجزء اللي خيطناه قبل كده وهنلبسهم في بعض بالشكل الواضح قدامكم، وبعدين نخيطهم بالمكنة داير ما يدور. وبعد ما نخيطهم مع بعض ونتأكد ان كل حاجة مظبوطة، ممكن بقى نعيد على الخياطة بالأوفر. وعشان نعمل الوردة اللي هتزين القبعة، هنجيب مثلث أضلاع متساوية طول الضلع 6 سنتي، هنقص منه 7 مثلثات. وبعدين عشان نشكل ورقة الوردة هنتني المثلث بالشكل ده كده، وبعدين هنرجع نتنيه على ورا. وهنرجع برضو نتنيه مرة تانية لقدام، يعني كأننا بنكشكشه. وده هيكون شكل ورقة الوردة. هنكرر الموضوع في 7 قطع، وبعدين هنجمعهم مع بعض بالخياطة. ونتأكد اننا بنشد الخيط كويس واحنا بنجمعهم عشان الوردة تحتفظ بشكلها.
وبعدين نبدأ نخيط كل اتنين قصاد بعض سوا. وممكن نكتفي بالوردة كده او نحط جواها زرار او اي شكل حابينه، بس انا هعمل وردة كمان صغيرة جواها. هقص قطعة مستطيلة من نفس القماشة، طولها 15 سنتي وعرضها 4 سنتي، وبعدين هتنيها بالشكل ده واخيطها خط خياطة على المكنة، يعني حوالي على بعد 0.5 سنتي او اقل. وبعدين من الناحية المقفولة هبدأ اقص شرايط صغيرة، اقص لغاية ما اوصل لخط الخياطة اللي احنا عملناه، وما بين كل قص والتاني يعني هيكون حوالي 2 ملي او 3. وبعد ما قصتها كلها بالشكل ده هبدأ أبرمها على بعض وثبتها بالإبرة والخيط. وبعد ما خلصنا الوردة هنثبتها في الطاقية في اي جنب احنا عاوزينه. نتأكد ان احنا هنثبتها بكذا غرزة بحيث انها تكون ثابتة، او ممكن بدل الخياطة نكون عملنا الوردة بدبوس نلزقه بسيليكون او اي لزق ينفع. وده هيكون شكل الطاقية معانا بعد ما خلصناها وثبتنا الوردة. ما خدتش وقت خالص، واي حد مبتدئ يعرف يعملها بسهولة، وفكرة حلوة لاستغلال بواقي القماش اللي بنحتار هنعمل فيها ايه. اتمنى الفيديو كان مفيد والشرح واضح. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.